إذن من دبي ينضم إلينا رائد حامد الخضر، كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب. أهلا وسهلا بك رائد معنا. دعنا نبدأ من حيث انتهى هذا العرض فيما يتعلق بالمؤشرات الأمريكية، ما إذا كانت مرشحة لاستمرار هذا الرالي وفق هذه الظروف. رائد كل عام وانت بخير. وانت بخير. طيب شكرا لك. نتحدث عن المؤشرات الأمريكية التي تعكس حقيقة حتى الآن الأداء الإيجابي للاقتصاد الأمريكي كمفرداته وكمعطيات الاقتصاد الجزئي. عم نشوف معظم البيانات اللي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية هي بيانات إيجابية تصب في صالح مزيد من النمو والتطور في هذه المؤشرات، بالتالي المؤشرات تعكس الثقة في الاقتصاد الأمريكي، وعم نشوفه الذي يعني تواصل ارتفاعاتها بشكل قوي جدا. تعكس أيضا ما كان قد حدث في تعاملات العام الماضي. إذا بدي أعكس الآية بعض الشيء في بالنسبة لنازدك، كانت هو العام السلبي، إغلاق سلبي للمرة الأولى في 13 عاما، يعني منذ 13 سنة. بالتالي نحن كل 13 سنة أو 12 سنة يكون عندنا إغلاقات إيجابية، بيجينا إغلاق باللون الأحمر، يأتينا بعده مرة أخرى إغلاق إيجابي، وهذا ما حتى الآن الأداء إيجابي في الاقتصاد الأمريكي إجمالا. بالتالي ما نريد الإشارة إليه أن الاقتصاد الأمريكي بنتيجة السياسات التي تم اتباعها مؤخرا وانتهاء أزمة الكورونا، كان هناك تفجر بالأداء الاقتصادي بشكل عام واستفادة من السياسات التيسيرية، وبعد أن تم تشديد السياسة النقدية بشكل كبير جدا، على الرغم من ذلك لا يزال هناك أداء حيوي، ومعظم القراءات التي تصدر حتى الآن سواء كانت مؤشرات النشاط التصنيعي أو النشاط الخدمات جميعها كانت إيجابية. ربما يوم الجمعة كان هناك بعض الكول أو الخفيفة إن صح التعبير فيما يتعلق بقراءات التضخم التي سببت تراجع في الدولار الأمريكي، ولكن بصورة عامة الاقتصاد الأمريكي لا يزال يعكس صورة إيجابية وجيدة جدا. نعم، بالنسبة اليوم هلأ عم نتابع البيانات المتعلقة بمؤشر مديري المشتريات والصادر أيضا عن الدول الأوروبية، وهذه المرة عم تصدر الآن أرقام في بريطانيا والتي تسجل تقريبا 46.5 تقريبا رائد، يعني اليوم ما زالت الأرقام تسجل تعميقا في الانكماش بالنسبة لقطاع التصنيع في المنطقة الأوروبية. إلى أي مدى اليوم الاقتصاد الأوروبي قادر على استيعاب هذه البيانات وأيضا في توجهات المركزي الأوروبي، رغم تأكيد كريستين لاغارد بأن معركتها ضد التضخم ما زالت مستمرة ولم تأتي إلى النهاية حتى الآن؟ صحيح سالي، نحن عم نشوف أداء المنطقة الأوروبية مختلف بعض الشيء، فيه ضعف فيه سلبية، مثل ما تفضلتي النشاط التصنيعي أقل من التوقعات، في انكماش واضح، قراءات إشارة البي ام آيز مؤشرات مديري المشتريات لربما ممكن تكون مقياس مهم خلال التعاملات هذا الأسبوع للوقوف على مستويات التضخم بشكل أكبر. ولكن ما أريد الإشارة إليه حاليا أنه التضخم هو الأزمة الأكبر التي تعاني منها المنطقة الأوروبية، لا يزال التضخم بعيد عن المستهدفات وهو مرتفع نسبيا سواء كان في المملكة المتحدة أو في منطقة اليورو أو المنطقة الأوروبية الموحدة. إجمالا هذا يستدعي استمرار كما ذكرت يعني رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أنه استمرار السياسة النقدية المتشددة ورفعات أكثر في أسعار الفائدة. أعتقد المستفيد ممكن يكون في الفترة القادمة ليس فقط الاقتصاد الأوروبي إنما تحديدا بالنسبة للمضاربين اليورو الذي سوف يتم ترشيحه إلى مستويات تفوق 1.10 إلى 1.11 خلال تعاملات الربع الحالي، والسبب في ذلك يعود إلى قرب انتهاء دورة التشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما استمرارية وحتمية ضرورة ارتفاع أسعار الفائدة بشكل أكبر في المنطقة الأوروبية، وربما قد تتجاوز مستويات 6.5% إلى 7% أسعار الفائدة حتى يكون هناك الضغط نحو مستهدفات التضخم نحو يعني مستويات أدنى بكثير من الحالية. بالتالي نحن نتوقع أنه يكون عندنا رفعات أسعار فائدة بشكل أكثر حدة وأكثر تكرارا من المركز الأوروبي في الفترة القادمة، وذلك قد لن يؤثر إيجابا على السوق التصنيعي ولكنه سيحد من أزمة التضخم اللي هي الأزمة الأكبر حاليا. صحيح. رائد،
دعنا ننتقل إلى الذهب، وأين ذهب؟ يعني إلى أي مدى هو من الممكن أن يكسر 1900 هذه المرة؟ ما هي العوامل التي ستؤثر على الذهب بجانب الدولار في تقديرك؟ يعني الدولار الأمريكي وقوة الدولار الأمريكي أعتقد هي التي أثرت بشكل كبير على جاذبية الذهب وضغطته وفقدان المستويات التقنية المهمة جدا. ما أن تداول الذهب دون مستويات ال 1925 دولار للأونصة، ومن ثم مباشرة كانت احتمالية الهبوط دون ال 1900 واردة جدا، ولا تزال الاحتمالية واردة لزيارة مستويات أدنى قد تكون عند ال 1880 إلى 1885 قبل أن تتشكل أي موجة صاعدة على أسعار الذهب. يوجد ضغط واضح، أشكال التداولات ونحن قد نجسدها بأشكال الشموع أعتقد واضحة، هناك ضغط بيعي مكثف على أسعار الذهب، ودون ارتدادات سريعة في الاتجاه الصاعد، إنما الضغط مستمر على ساعات التداول بنفس الاتجاه وبالاتجاه الهابط، مع وجود أحجام للتداول حقيقة على الذهب تحديدا ممثلة بكثافة التداولات خلال الفترات الزمنية القصيرة. بالتالي كسر مستويات ال 1900 هذا يعني ممكن نشوفه خلال تعاملات اليوم. السبب الرئيسي في انه الذهب عم ينخفض بهذا الشكل هو الارتفاعات الواضحه اللي عم تشهدها مؤشرات الاسهم، واللي توفر الفرصه التي فيها مخاطره ولكنها عوائدها اعلى بالمقارنه مع الذهب الذي لا يدر اي مكاسب، فبالتالي كان نعم. في عمليات واضحه للتوجه نحو اسواق الاسهم على حساب الذهب. نشكرك رائد حامد الخضر، وانت كبير استراتيجي الاسواق في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.